قديش صار لك على الكرسي؟ سنة ونص. سنة ونص؟ كم جلطة عامل بالقلب؟ 4-5 وقتها. وعامل جلطة بالدماغ من سنة ونص. ومن وقتها راسي على الكرسي واكل رصاصة ببطنه. كل هدول قبل الكاميرا جربنا نحطه واكلت قتلة، يعني اكلت قتلة باللبناني، اكلت خبيط. هلا بتفهموا ليش. صفايرة بنفسك عم تدخن كثير يا صديقي. من القهر هلا كل اللي بدنا نعمله بحالته احمد هو نشوف رقبته. الشيء برقبته هو كامش على هالاعصاب كلها، لانه اللي شفناه هلا لا يصدق. انا ما شفت هيك شيء بحياتي. يعني هيك حاعطيك 5 دقائق ترتاح. اوكي يا شغل رقم صغير لك هيك ليه صار على الطاولة. فيك بس تحرك اجرك شوي صغيرة بس. او ماي جاد. اوكي لا ماي جاد او ماي جاد. رح نريحك شوي. هلا انا دجاج فحصته رح بلش له بعلاج بعد ما يرتاح شوي صغيرة. فحصته برا بالكاميرا بين عنده مشكلة كثير كبيرة برقبته. هلا هي المشكلة هي لها علاقة بحالته ايه او لا. هلا بنشوف رح صلح المشكلة ننطر عليه ونشوف. اوكي جاهز؟ رجعتك كثير منيح. وجعك كثير اخي شوي. اوكي تسترجي تطلعته باجريه. يلا ماشي افعل بقى على الكعب. ايه ما تشد كثير ترخي. وانا حسيتها. ايه ما جاك. اوكي تعبت؟ لا لا. اوكي وانا هلا فكك على الاخر. رخي سيدي الكريم. هلا قصة وقت. رجعتك شيء؟ قصة وقت. هلا بنشوف النتيجة شو حيبين. رح اتركك شي نص ساعة. سي يو ليتر. يلا ارتاح شوي.
عم بتزعبر اجري عصير نص يا ولد يا رب تخيلك يا رب يا استاذ احمد لحظه بده يكون دكتور عادل موجود عمالك قلت لك من نص ساعه ارتاح طول بالك طول بالك بس انت حركك فوق شوي او ماي جاد بس حركك فوق بس حركك فوق بس حركك بس حركك بس دكتور هيك اوكي صدام من صدمة حياتي هلك هلك انت عم اكلنا قتلة قبل شوي بعد سنة ونص انا بعرف بعد سنة ونص اول مرة تمشي اول مرة بعد سنة ونص هيك يا رب يا رب طول بالك طول بس روح روح عصب عصب بس انا حكيت بس انا حكيت بس انا حكيت بس بعرف يا رب ترجع ترجع بعرف انا صدق شو صار مش عم صدق روح على حالك اول مالك هل كيف بصدق يا الهي طيب بس بعرف كنت مبسوط وانا مبسوط كلنا مبسوطين بس تروك بجي لجهاز عصبي شوي صغير يرتاح مبروك مبروك شكرا الدكتور اللي سنتظر عنده حبيبي انت بس هيك بس هيك كيف بلش يتحرك بلش يتحرك بلش عم تركض تصير هيك 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 بلش 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 نحن مصدومين روق 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 مش مستوعب روق طب عمل لك ايه عمل لك تعال شوف هيك عم يمشي واقف الزلمه نوي بلش عم تركض نوي واقف الزلمه عم يمشي عم تصدق ايه زلمه واقف عم يمشي يعني احنا توقعنا بس يهز رجله مش عم نلحق لك بس روح شوي يا ارتاح شوي زياد هيدا الرسم خير 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 اوكي هي هتنحل وقف هتنحل وقف طيب بس ليك شو بدي منك ليش شو بدي منك بدي منك انت تجر على الكرسي انت كنت جيت على الكرسي بدك انت تجر على الكرسي خلي يروح عند ولاده يرتاح ليه هذه مشكلة اليوم بتصير هذه مشكلة اليوم بتصير الحمد لله على السلامة.